رؤساء الاتحاد الاعلامي للجمعيات الحقوق الاخرى، ورؤساء الجمعيه الاوروبيه للتكتل البشري، ورئيس الاتحاد الافريقي لجمعيات الحقوق الاخرى، وكبار الاساتذه الاخرى من مختلف البلدان، من الصين، من الهند، من اليابان، من كل دول اوروبا ومن الولايات المتحده الامريكيه، لنقل المؤتمر على مدى يومين ما يزيد عن 80 بحث علمي في مختلف نواحي العقم، بما في ذلك التشخيص المبني على الدليل وعلاج العقم بالطرق المبنيه على الدليل والتي ليست مبنيه على المعلومات المغلوطه التي لا تستند على اي دليل، حتى نستطيع ان نقي المريضه ونحميها من الممارسات الضاره التي تضر المريضه من الناحيه الاقتصاديه والناحيه الصحيه ايضا. في بدايه هذا اللقاء احب اقول ان هذا هو ليس النشاط الوحيد الذي تقوم به الجمعيه، ولكن لدينا هذه المؤتمرات الدوليه السنويه اللي بيشارك فيها ما يزيد عن 1000 طبيب من جمهوريه مصر العربيه ومن الامارات ومن اليمن والسودان ومن المملكه العربيه السعوديه ومن العراق ومن سوريا، بيشارك فيها ما يزيد عن 1000 طبيب من مختلف المستشفيات وزاره الصحه والجامعات المصريه والقوات المسلحه ومستشفيات الشرطه.